عارفة إنه بنعيش هذه الفترة أحداث غريبة ومؤلمة بتربكنا وتخلينا نقلق من المستقبل، بس مش معناها إن إحنا نضيع اللحظة اللي بنعيشها. لذا خلونا نعيش اللحظات بحلوها ومرها ونتفائل بأنه زي ما حصلت أحداث ربكتنا أكيد بتحصل أحداث بتفرحنا. هذه الغنية نزلت بالتزامن مع اليوم العالمي للقهوة، بخليكم تكملوا تسمعوها بس بعد الخبر. طبعا احتفل اليمنيون باليوم العالمي للقهوة من خلال إقامة العديد من الفعاليات الخاصة بتعزيز مكانة البن اليمني كون الموطن الأصلي للقهوة والارتباط بتاريخ وأصالة اليمنيين، وفرصة أيضا لدعم إنتاج البن وتحقيق نهضة تنموية فيه. يا بن حالي نبحت في كل واد، يا بن إهامة به عصافير البلاد، يا بن حلالي حياتي والمزاد. هل الصمت صوت أو زي ما يقولوا إن الصمت أبلغ من الكلام؟ بس أني ما قدش أقول لكم هنا حكمة. معايا خبر حبوب من عدن، فمن بين أكثر من 50 دولة فاز فيلم صوت الصمت بالمركز الأول بمسابقة أولادنا للفنون في ملتقى القاهرة الدولي 8، وهو فيلم يحكي قصة نجاح من ذوي الهمم وكيف أنه إعاقته لم تمنعه من تحقيق أحلامه. مبارك لعدن هذا الفوز ولمخرج العمل المخرج الشاب محمد محسن. إقامة المؤتمرات في مختلف المجالات بتتيح الفرصة لتبادل المعرفة والاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات. مؤخراً أقيم المؤتمر العلمي الأول للقلب والكلى بمشاركة 600 طبيب واستشاري وبحضور أكثر من 1500 مشارك من اليمن وخارجه، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات والتقنيات في علاج أمراض القلب وزراعة الكلى وتعزيز الوعي وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين. أكثر من 400 رواية موثقة مباشرة من ضحايا الصراع في اليمن، وثقتها الكاتبة والصحفية اليمنية بشرى المقطري في كتابها ماذا تركت وراءك، لذلك حصلت على جائزة شولسكي لعام 2024 تكريما لإسهاماتها الأدبية ولأنها قدمت في كتابها صورة قوية لنضال الإنسان اليمني. هل تعرفوا لعبة كرة الهدف؟ خلاص ما تفكروش، أنا بقول لكم. هي لعبة خاصة بالمكفوفين ومعتمدة على الجرس داخل الكرة، ويرمي اللاعبين أنفسهم أمام المرمى لإبعاد الكرة، وتتكون هذه اللعبة من شوطين ومدة كل منهما 12 دقيقة. خلاص عرفتم؟ طيب بقول لكم الخبر. ففي لحق صنعاء وعدن أقيمت مباريات للعبة الهدف للمكفوفين بمشاركة العديد من المكفوفين وبحضور كبير، وتعتبر إقامة المباريات للمكفوفين وسيلة فعالة للتعلم والترفيه وتساهم في دمجهم في أنشطة اجتماعية تعزز من مهاراتهم وتفاعلاتهم. توجه الناس نحو الطاقة المتجددة يزداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. في حضرموت أقيم منتدى مستقبل الطاقة المتجددة والذي يهدف إلى التعرف على أحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة، ويعتبر خطوة عملية تنموية نحو تحقيق التنمية المستدامة. انبسطوا. أيوة انبسطوا، وصدقوني إنه كل موقف صعب أو حزين بيمر، ما فيش حاجة تجلس للأبد، متأكد إن فترة وبتعدي. إلى اللقاء.